نتكلم على ايه الاول؟ نتكلم على الفردي، اللعيبه اللي تالقت واعتقد انها بقت كلها النهارده داخله في حسابات مارسيل كولر في كل الماتشات. حقيقي لما كنا بنقول ان سكواد الاهلي مفيش فرق فيه بين لاعب اساسي او لاعب بديل، النهارده صعب جدا تختار تشكيل الاهلي الاساسي اللي هتلعب بيه او اللي هيلعب بيه الاهلي قدام يانج افريكانز، والاصعب منه كمان لان المباراه اهم وفيها مستوى تنافسي اكتر. الكل النهارده بيدور على انه يحجز مكان ليه في تشكيل الاهلي في مباراه الزمالك ان شاء الله في الرياض في نهائي كاس مصر. مكاسب ماتش امبارح، سيبك من 3 بونت وسيبك من العرض او الخماسيه العرض الكبير قدمه الاهلي، لكن في مكاسب ثانيه كتير قوي هتخدم مارسيل كولر وتخدم الاهلي في مشواره اللي جاي يا احمد، اهمها من وجهه نظرك؟ طبعا اهمها ان هو اطمن على السكواد بتاع الفريق كله. اعتقد احنا امبارح في اكتر من لاعب كان دخل التشكيله الاساسيه زي اسامه ابو علي وزي كريم نيدفيد دخل المباراه الثانيه وكريم فؤاد دخل المباراه ايضا، ففي لعيبه كتيره دخلت المباراه اطمننا. رضا سليم، عمر كمال، طبعا يعني في لعيبه كتيره جدا دخلت المباراه واعتقد اطمننا على ادائهم الكبير جدا في مباراه ممتعه. ومن ضمن المكاسب طبعا يعني ده مكسب من بدايه الموسم هو امام عاشور. امام عاشور بياكد ان هو عوده المتعه، يعني من اول يوم لعب امام عاشور مع النادي الاهلي قلت ان احنا على موعد مع المتعه من جديد مع امام عاشور. الكره معاه فيها خطوره في كل لمسه بيلمسها، يعني الباص اللي عمله طبعا لرضا سليم باص يبين قد ايه ده لاعب كبير جدا. من ضمن المكاسب اسامه ابو علي، هو نفس الباص بتاع رامي ربيعه لاسامه ابو علي. يعني انا كنت بتكلم في النقطه دي امبارح انه غياب فكره انك انت لما تشوف السكواد ده او اول ما يظهر التشكيل ده قدامك يا بلال تتخض شويه. اللعيبه دي ما لعبتش جنب بعض، يعني اكيد في حته هتبقى عطلانه شويه عند الاهلي، فلقيت ان الموضوع فيه انسيابيه وانه اللعيبه دي كانها بتلعب من اول السيزون مع بعض. الكرات السهله، الكرات البسيطه، بدون فلسفه، بدون تعقيد، لمسه ولعبه. كان في تجارب كتير. الاجوان بتوع الاهلي امبارح لمسه ولعبه، ربيعه وسام ابو علي جول، امام عاشور، رضا سليم جول، مجدي قفشه، كريم فؤاد مودست او كريم فؤاد جول، يعني فاهم الكوره كانت سهله جدا وتحس ان الانسجام ما كانش غايب رغم انه اللعيبه دي باستثناء انا كنت بقول منعم وهاني وامام تقريبا بره الحسابات لسبب او لاخر. يعني خلينا في البدايه طبعا مع استعراض الهايلايتس بتاعت المباراه نشيد بارضيه ملعب استاد القاهره. طبعا يعني حاجه بصراحه تدعو للفخر ان انت عندك في مصر ملعب متجدده زي ده. ملعب يساعد يخلي اللعيبه حتى تلعب كده بنفس مفتوحه. بص الملعب عامله ازاي لو مليان جمهور. يعني طبعا هيتملي ان شاء الله، في اتملى السنه اللي فاتت في مباريات كتير للنادي الاهلي وشفنا التاثير الكبير لجمهور النادي الاهلي اللي يعني هو بالنسبه للفريق هو الروح اللي بتدخل جسد الفريق في المباريات الكبيره. طبعا خد بالك واحنا كنا بنتكلم على الدوري من شويه، انت هتعاني يعني لازم تطلع بافكار جديده عشان تحاول ترجع الجماهير للمدرجات. يعني النهارده لو انت فتحت الساعه كامله، انت النهارده بتقول 20,000 صح؟ طب انا هفتح الساعه كامله، هل تتوقع انه ماتش زي امبارح مثلا او اي ماتش في الدوري هتلاقي الاستاد ده كامل العدد؟ لا طبعا. ما هو انت عندك 20,000 حضر امبارح تقريبا 2000 او 3. انا بقول لك لازم تبتدي تفكر كمان في عوامل جذب. انت عندك اجيال كتيره اتحرمت منها المشوار المدرج الماتش ده يبقى طبيعي وسهل بالنسبه له، ومحتاج تدخل جنب جماهير الكره الأسرة المصرية مرة تانية، يبقى زي انجلترا كده الجامعات كارنفال يا باشا. بالزبط. انا بشوف ستات كبار كبيره في السن ملهاش في الكوره بس رايحه وبتشجع، اطفال صغيره رايحه تشجع. بالظبط. الاسره عيله مع بعضها، اب وولاده ومراته وبناته رايحين يشجعوا. ففكره انه يعني تطلع بره الصندوق شويه. بالظبط. وتحاول تشجع عوده الجماهير دي محتاجه افكار ومحتاجه كرييشن مجهود كبير طبعا. هي محتاجه بقى يا احمد. بص يعني احنا محتاجين القائمين على اداره رابطه الانديه يبقى عندهم افكار ترويجيه لموضوع الجمهور. ازاي زي ما انت قلت ان انت حصل عندك جاب كبير قوي في موضوع ان انت تروح الاستاد وان انت تحضر الماتشات. يعني احنا مثلا من 10 سنين او من 12 سنه كنا متعودين مثلا بنخرج من الجامعه بنروح المباريات، كنا متعودين مثلا ان احنا الطلبه حتى في المدارس كانت يوم الماتشات كانت بتروح الملعب لان استاد القاهره مكانه قريب جدا وده دلوقتي بقى الملعب الرئيسي للنادي الاهلي. فانا اعتقد ان حتى بعد المكان شويه كان ممكن يضايق الناس وقت ما كان الاهلي بيلعب في الجونه او وقت ما كان النادي الاهلي حتى بيلعب في السلام كانت الناس بتنزعج من مشوار استاد السلام. ولكن دلوقتي لا، استاد القاهره
في اقرب مكان لكل الناس في مدينه نصر. فانا مش شايف ان الموضوع صعب، ولكن زي ما انت قلت ازاي ان انا نفسيا اهيئ الناس مره تانية ان هي ترجع مره تانية تحضر المباريات في الاستاد، ازاي ان هي تقدر تآزر فريقها مره تانية وتبقى مشوار الاستاد ده عنده حاجه من الحاجات اللي هو عامل حسابها عليها طول الاسبوع. بس دي اللي تقدر اللي انت تقدر تشتغل عليها كقائم على اداره ده نقطه واحد الف نقطه واحد ب ازاي كمان هتتعامل مع الانديه اللي مش جماهيريه. انت بالزبط. عندك تقريبا اكتر من نص انديه الدوري لو فتحت لهم باب الاستاد بالمجان تقريبا ما حدش هيحضر، ودي مشكله تانية. درجات فاضيه دي واحده من اهم التشوهات اللي برضو الناس لازم تفكر فيها. خلينا نرجع للكوره مره تانية. انا عايز في الجون يعني حاجتين بس، في الجون الاولاني والتاني يعني. أيوة. بس يا ريت تجيب بس الهدف الاولاني عشان في ده التالت ده الهدف التاني بتاع كريم فؤاد. ده الهدف التاني بتاع كريم فؤاد. التاني بتاع كريم فؤاد. بس تجيب الاولاني بس الاول بتاع وسام ابو علي. وعايز اقول بس حاجه عن وسام ابو علي. التلاته لغايه دلوقتي كلهم كرات طوليه. طوليه مظبوط. من نص ملعب الاهلي للصندوق على طول. الهدف الاولاني بتاع عمرو ربيع. طيب هنا طبعا التحرك المميز والسرعات الكبيره اللي عنده وسام ابو علي. هنا الكره وقفت تحت رجل وسام يعني. بس ما كانش. ما انا عايز بس نوقف عند الكره وقفت تحت رجل تحت رجل وسام ابو علي. دي من ضمن مميزات وسام ابو علي ان هو اخذ الكره على لعيبها، رد فعل الحارس ما لحقش حتى يعني. والكره لما وقفت لما انت قلت الاستلام ولما عمل الكنترول الحارس افتكر ان الكره ايه هتبعد عن وسام ابو علي، لكن رد فعله في ان هو حط الكره مره واحده خلى الحارس ما قدرش يبقى جاهز ليها. وده يبين ان انت قدام مهاجم كبير ومهاجم عنده طبعا رد فعل حاضر. هنا التحرك طبعاً هنا ياخد 10 على 10 او 9 على 10 وظبط الاوفسايد كمان. ما هو ده التحرك. دي من ضمن مميزات عنده ظبط البوزيشننج والتحرك والسرعه والفينش والفينش لما الكنترول كمان الكره ايه ما ساعدتهوش، فلا فقدر كمان يفنش بطريقه ذكيه جدا. وجابها من رجله دي الرجله دي بالظبط. فده فينش في الهدف الثاني. وسام ابو علي له دور كبير جدا جدا في الهدف الثاني بتاع كريم فؤاد. لو جبناه هو فوت. لا مش مفوتش الكره. لا وسام ابو علي تحرك. لا هو قطع القريبه فده التحرك نموذج. طبعا ليه عندي احساس سحب معاه اثنين. ما انت عشان هو راح معاه اثنين مدافعين فانت حاسس ان هو فوت. خدوا مدخل لجوه. لو جبنا الهدف ممكن التاني ممكن نجيب الهدف الثاني. وكمان كريم فؤاد يعني رد فعله في ان هو اخذ الكره مره واحده. بص هنا طبعا الباص من عمر كمال لرضا سليم. بص هنا راح ده اخذ معاه حتى كان قفشه وكان كريم فؤاد الاثنين الكره جايه لهم. اخذ معاه طبعا المدافعين على القريبه. وده التحرك يبان ان احنا مع مهاجم بيعرف يتحرك كويس جدا في الصندوق. مهاجم عنده سرعات، مهاجم عنده امكانيات كبيره جدا. ومن اول فرصه، ودي من ضمن الحاجات اللي كان بيعاني منها في الفتره الاخيره، ان انت محتاج مهاجم يترجم الفرص اللي بتروح. طيب. بتروح لها. هنا عمر كمال من نص ملعب الاهلي لرضا سليم. بالزبط. نقل الهجمه الاولانيه رامي ربيعه من نص ملعب الاهلي لاسامه ابو علي. نقل الهجمه ادي عمر لرضا سليم. التحولات والسرعه لمستين على طول. لمستين بتوصل للجون. والجون الثالث نفس القصه. فيرست تايم كريم فؤاد كمان عنده القرار. فيرست تايم قرار اللي هو الحارس ما قدرش كده. لا لو وقفها خلاص صح. طبعا بس هو ايه احنا برضو بنحييه على القرار. ممكن لعيبه ثانيه ممكن الهدف الثالث. خد بالك كريم لعيب كوره عالي يعني. كريم كورته لعيب وهو بيكافئ ومع كولر. ومع كولر هو تطور كثيرا جدا ونفسيا هو مهيئه لان هو يبقى طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الاخيره. وقت ما بيلعب بيشارك كمان مع انبي ما كانش بيحرز الاهداف اللي يعني في فتره انبي كلها ادوار دفاعيه. انا عايز الهدف ده مش عارف هو معانا ولا لا من بدايته. لا يا دي ده طبعا باص امام عاشور اللي هو مميز بيه. وكمان من الشمال اللعبه دي بدايتها فيها حاجه مهمه او مش عارف هي معانا ولا لا. الكره كانت في ايد مصطفى شوبير بدا الهجمه عملها حلو قوي. مش عارف الكره دي معانا ولا لا. يعني الكره كانت في ايد مصطفى شوبير عملها بايده في نص الملعب. باص لامام كي باص عمله امام عاشور لرضا طبعا اللي كان عنده برده القرار واللمسه. وعايزين برده لمستين يعني وصلت للجون بلمستين. بص من ايد مصطفى شوبير لامام عاشور لرضا ثلاث لمسات احرزت هدف. كره رامي لمستين هدف رامي لابو علي بالظبط. يعني فده خلينا نقول ان النادي الاهلي امبارح كان بيلعب بشكل حلو قوي على ارض الملعب. النقطه اللي احنا قلناها دلوقتي لما تتكلم فيه على انه التيم ده السكواد ده اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب لعبه سيزن او اتنين او ثلاثه. يعني لما يبقى هاني وقفشه والسوليه وديانج ومعلول ومنعم والشحات هم اللي بيعملوا ده اقول لك ده عادي طبيعي. لكن اهي دي من اول ايد مصطفى شوبير. كل انت بص بقى يعني يعني بص امام خدها بيها لجوه ولم الاول بيمينه وشماله. العبقريه في الباص ان هو عمله بالشمال مش باليمين. أيوه. وخدها طبعا رضا سليم وسع لنفسه واستنى اللحظه المناسبه. يعني فباص مصطفى شوبير ده من الحاجات اللي انا بشوف ان احنا اتكلمنا عنها هنا قبل كده ان اللعيب لما يكون بيلعب
برجله أو بيلعب بإيده كويس بيوفر عليك حاجات كتير جدا. يعني هو كان ممكن ينتظر لحد ما الفرقة تطلع، ولكن هو عمل الباص على طول، ودي بتفرق كمان يا أحمد، لأن أنت بتدي لعيب عارف هو إمكانياته إيه. يعني هو لما بينزل الكورة لإمام عاشور عارف ان امام حتى لو تحت ضغط هيعرف يتصرف، وده اللي احنا اتكلمنا عليه لو تفتكر في بدايه انضمام امام عاشور للنادي الاهلي، قلنا ان امام من المميزات الكبيره اللي بيتمتع بيها انك تقدر تعتمد عليه في عمليه الخروج بالكره، لانه تحت الضغط بيعرف يستلم وعنده القرار دايما ان هو يقدر سواء في الباص او ينقلك لوسط ملعب الفريق. انا من الحاجات اللي بتعجبني في امام وبتعجبني في اي لعيب كوره الحقيقه، انه لما بيتضغط عليه ما بيكشش، عنده الشخصيه. يعني في لعيب لما اول ما تحس انه اللعيب التاني بيضغط عليه او بيقرب منه وبيضغط عليه اكتر من لاعب، هو بيروح اللعيب اللي انت بتتكلم عليه ده، اللعيب اللي هو بيروح بالكره للمدافع بالظبط. وامام عملها، يمكن شفنا في مباراه ميدياما كان بيتخطى واحد وبيخش على اللي بعده، ودي ثقه كبيره جدا في اداء امام طبعا. طيب تعالوا نشوف الاحصائيه، لانه الاحصائيه بتاعت امبارح فيها رقم مميز جدا عمله النادي الاهلي. شوف الاحصائيه معاك يا مصطفى. الاهلي طبعا الاستحواذ، لا الاستحواذ 55%، رديت المحل 45، التسديدات 10 في 5 منهم طبعا جوه المرمى، بديت محل 14 في 3 منهم جوه المرمى، ركنيات 2 البلديه 4، الفرص المؤكده الاهلي 3 والبلديه 2 والفرص المهدره البلديه ضيع فرصه، الاهلي ما ضيعش فرص مهدره، ودي حاجه مهمه جدا نقف عندها. هي دي الرقم اللي انا عايز اقف عليه طبعا. النادي الاهلي امبارح الفعاليه الهجوميه ده بقول لك عليه طبعا، وسام ابو علي والدوافع اللي خلقها كولر، لازم نعترف ان كولر خلق دوافع مع اللعيبه. خد بالك اللي سجلوا امبارح كلهم كريم فؤاد، كلهم سام ابو علي، مش هقول نيو كامر يعني، مش هينفع يعني، كريم فؤاد، انتوني موزيس، ما هم لعبوا قبل كده وسجلوا قبل كده، لكن انا اقول كلهم جايين، وده اللي كنت بكلم عليه في حلقه الاثنين يا بلال، كنت بقول يا مصطفى انه الماتش ده اخف منه عشان الدوافع، داون جريد من بطوله دوري ابطال وكاس عالم وكاس نخبه، وترجع لعيبه على الدوري فيقول لك يو الدوري ده احنا نسينا الدوري، فاهم؟ لا كولر امبارح كولر راهن على كل اللعيبه اللي عندها دوافع انها عايزه تثبت عندها نفسها، غير عايزه تقول ان احنا موجودين. انقاذ الحراس الاهلي 2 وبلديه المحله 0، التمريرات النادي الاهلي 85% وبلديه المحله 82%، الكرات الطويله 64% النادي الاهلي و 38% بلديه المحله، 43% العرضيات، 13% البلديه، 70% المراوغات، ودي برضو من النسب المهمه جدا يعني، 57% بلديه المحله. الكرات الطوليه والمراوغات 77 كره طوليه لعبها النادي الاهلي، ويبدو ان كولر فكر او يعني استغل ماتش امبارح انه يجرب فكره التحولات المباشره في التحولات والسرعات، لان هو عنده دلوقتي اثنين عندهم سرعات، كريم فؤاد ورضا سليم. صحيح. وده بان في الهدف طبعا الثاني، وسام ابو علي طبعا، يعني ده باين في الهدف الاول والثاني، وحتى مودس الجون بتاعه فيه سرعات، يعني مودس قبل الجون ما فيش بدقيقتين مثلا خد سبرنت انا ما كنتش متوقعه. أيوة. شفته بياخد سبرنت من نص الملعب، مش سرعات مودس اللي انا متعود عليها، وفي الهدف قدر يتحرك ويسرق المدافع بتاعه ويقف على الكوره. فكره الهدف مودس ده مش يعني ممكن ظهرين يبان هو سهل، هو مودس هدي على الكوره نفس جون الجونه بالظبط، وقف على الكوره وحط الكوره ببطن رجله، وده اللي عمله في ماتش الجونه برده لما استلم طبعا استلام مميز جدا وراح لف وحط الكوره ببطن رجله. صحيح. ماتش امبارح هيخلي كولر يفكر بشكل مختلف في يانج افريكانز، ومين يستحق انه يكمل ومين ممكن يرجع للمشهد من جديد. تعالوا نتكلم في مباراه يانج افريكانز مع بلال ومصطفى، لكن بعد الفاصل.